عشقي لي قلب أسير قد هام في حب الأمير في مهجتي قد أشرقت من نوره شمس تنير وهبت هداها للورى من بعض ما وهب الغدير بالعشق لي قلب أسير قد هام في حب الأمير إكمال الدين وإتمام النعمة. أنزل الله تعالى في يوم الغدير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن هذا اليوم العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيه النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. فبإعلان ولاية أمير المؤمنين علي سلام الله عليه كفريضة من الله تعالى على المسلمين يكون قد كمل الإسلام، وبه تمت نعمه تعالى على الخلق. ونستخلص من ذلك أن الغدير هو آخر الفرائض التي فرضها الله تعالى. قال الإمام الباقر سلام الله عليه: آخر فريضة أنزلها الله الولاية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم ينزل من الفرائض شيء بعدها حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله. لقد أوحى الله عز وجل بالأحكام والواجبات الواحدة تلو الأخرى حتى ختمها بالولاية، فأنزل هذه الآية: اليوم أكملت، ليعلن أن لا فريضة بعدها. فبعد نزولها وتنصيب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، أدرك الناس المراد من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعلموا أن عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطيعوا أمير المؤمنين سلام الله عليه. بالعشق لي قلب أسير قد هام في حب الأمير في مهجتي قد أشرقت من نوره شمس تنير وهبت هداها للورى من بعض ما وهب الغدير بالعشق لي قلب أسير قد هام في حب الأمير.